مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كبيس الحرب الزيت. عنا حار غسلتن وتركتن منيح لينشفوا وشلت العروق منن، وعندي زيت نباتي. طريقة جدا سهلة وسريعة. بحط الحار بالمرتبان، بسم الله، وبحط زيت نباتي فوق الحار. بسكر الغطا منيح بهيدا الشكل. هذا كبيس الحرب الزيت اللي عملته انا وياكم، بنقدر نستخدمه بعد اسبوعين. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.